عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم البريوات ديال اللوز، اللوز ديال العقدة. عندي هنا كيلو ديال اللوز، وعندي واحد ثلاثة د الكيسان ديال السنيدة، وعندي شوية ديال المسكن الحورة. هادشي ان شاء الله غادي نطحنو. ها هو اللوز، طحنتو بالمسكن الحورة، وراه خلاص بيتو، تيخصو يبات باش ينشف من الماء. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي الماء الزهر سخنتو شويه. انا درت الزبده، غادي نخلطها مزيان مع هذا اللوز. صافي، انا فركت مع هذاك الزبده مزيان. دابا غادي نبقى نزيد شويه ديال الماء الزهر بشويه بشويه، ونخلط مزيان. انا تنكور داك اللوز هكا كويرات صغار، اللي بغى يدير بالميزان. المهم فيهم هكاك داك 7 ديال الغرام. تنكورهم وتنهز الورقة. عندي انا الورقة في هذا الشكل هكا، عندي غير صغيرة، ما شريتهاش كبيرة، هذه مصوبينها. تندير هكا، تنجمع حيت يخصك تحكم فيها مزيان، وتندير شوية ديال الابيض ديال البيض هكا، وتنجمع تنجمع، وداكشي اللي زايد تنحيدو. ها هما، انا درتهم شويه كبار. تنديرو شويه ديال الابيض البيض، وتنجمع بهم هاد الجناب. انا دابا ملي كملتهم، ملي جمعت هاد البريوات كلهم، غادي نخليهم ان شاء الله يباتوا باش ينشفوا من داك اليدام ديالهم. عاد ان شاء الله الصباح غادي نقليهم. انا دابا خليتهم باتوا داك البريوات، غادي ان شاء الله ندير الزيت. غادي ندير الزيت في المقلة، وغادي نبدا نقليهم.
انا درت الزيت باش تسخن، صافي الزيت سخنات، انا نبدا ندير البغيوات. دابا غادي نخليهم يتقلاو على العافيه غير قليله، ما تكونش مجهده بزاف باش يتحمروا مزيان. انا تنقلبهم تيعجبوني محمرين مزيان. حيت كاين اللي تيخليهم بويض، انا ما تيعجبونيش بويض. صافي دابا هما تحمروا، غادي نحيدهم نقطعهم من الزيت مزيان وغادي نديرهم في العسل. غادي نبيتهم في العسل باش يجيو مزيانين، باش يشربوا العسل مزيان. دابا غادي نقطعهم مزيان من العسل. انا تندير لهم شويه د اللوز هكا، باش نقدموهم. هما البريوات ديالنا وجدو، تيجيو زوينين بزاف، اللوز والزهر والمسكه الحره، الطيبه ديالهم زوينه ومقرمشين. الحاجه الدار تتعرف شتا تاكل. ها هما كيفاش جاو، عندي الورقه زوينه بزاف، مقرمشه ماشي مجلده. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واشتركوا في القناة وديروا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.